comparative drawing او measuring with thumb and pencil. هيدا التوتوريال بعلمنا نحنا انه ناخد قياسات من خلال القلم او اي شيء جالس واصبعنا، وكيف نحنا من خلال المقارنة بالنسب للاشياء اللي عم نرسمها نقدر نرسمهم وننقلهم على الورقة بطريقة تكون ما فيها اخطاء بالنسب للقلم. الكومباراتيف ميجرمنت او المقاسات بالمقارنة هي انه نلاقي ريليتيف سكيل، يعني نسبة بالمقارنة مع غيرها لجزء من شيء بالمقارنة مع شيء تاني. يعني مثلا هون اخذت انا هيدي التفاحة اللي على اليسار، عملت لها قديش ممكن هي بالقلم، يعني قربت القلم بطريقة كيف، طبعا كيف نوقف وكيف منشوف من خلال القلم في توتوريال تاني لهالموضوع. بناخد هيدا اليونت ومنشوفه نحنا بالعرض قديش بتسائب على كل الموضوع اللي هون عم نشوفه بالفريم الأصفر. مسائب بالعرض قلمان ونص، بالطول مسائب قلمان إلا شوي، فهيك كون عم قارن بنسبة للتفاحة اللي قبل. بكلام تاني يعني كأنه عم بقول إنه هيدا الفريم اللي عم شوفه بالأصفر المحاوط بالأصفر، إنه هو الأوبجكت مع بعض الجات اللي فيه ثلاث تفاحات والتفاحة اللي عجنبهم، هي بتساوي بالطول تفاحتين إلا شوي، مش قلمين حتى، تفاحتين إلا شوي، وتحت عم بتسائب ثلاث تفاحات إلا نص، يعني أو تفاحتين ونص، يعني هيك كأنه بالمقارنة مع عرض التفاحة ومع طول التفاحة. يعني نحنا عم نشوف النسب بالنسبة للقلم اليونتس اللي أخذنا. حتى ناخد مثل على هيدا ستيل لايف البسيطة ونشوف كيف نحن بنقدر ناخد قياسات، كيف نقدر نشوف الزوايا، كيف ناخد اول شيء الفريمينج انه شو بيفيدونا وشو الستبس اللي لازم ناخدهم لحتى نقدر ننقلهم على الورقة، لانه دائما المشكلة بالمقاس بس نتعلمها ونخلص بيبقى قصة انه ننقلها صح على الورقة. فامت اللون افضل عشان نقدر نشوف الالوان الخطوط اللي حنحطها احسن، لانه هديك الالوان ممكن يشوشوا عليها. فهتا نشوف اول شيء لازم لاقي outline frame او بقولوا اوقات البوكس او الفريم. هيدا outline frame انا بنظري بشوفه اوكي هو بكون around the subject او around the objects اوكي لاعمل layout، لانه هيدا الفريم بس اخده هو بحدد لي اذا بدي احط الرسمة بالطول ولا بالعرض على الورقة، وبحدد لي قديش لح يكونوا طول بالنسبة للعرض بالنسبة لبعض على الورقة. فهون مثلا بالقلم طبعا بالبوزيشن المضبوطة اللي بكون واقفة بشوف انا وين التوب تاع الاوبجكت، يعني بحاول شوف تقريبا وين اول وين اخره. في ما عملها بالقلم لما تعود بعدين بصير بس بعيني، هيدا اول مرحلة يعني. وهون عم فرجيكم على اليمين كيف نحن عم ناخد الخط، انه شو عم حاول اعمل بالقلم. بالقلم عم حاول شوف خط هيك اللي هو بحدد لي وين بينتهي هيدا الموضوع، بس قول الموضوع لانه في اكتر من اوبجكت، بس قول اوبجكت بكون واحد اوقات. برجع بعمل نفس الشيء، هيدا التوب لاين اوف ذا سبجكت. بالمقابل له بدي كمان لاقي البوتوم لاين تاع السبجكت، انه وين ببلش فوق وين بينتهي. هون عرفنا الطول هيدا للموضوع اللي بدي ارسمه. نرجع بعدين لازم نتاكد نحن عم نعمل هيك انه على طول لما نحط الخط فوق وتحت لازم ننتبه انه نحن عم نحاول نضلنا ماسكين القلم هوريزونتال إذا ما ننقش على الأشياء صح، ما فينا نميلها. يعني هون بعد المشكلة بسيطة بس لقدام بصير بدنا ننتبه أكثر إنه تضل القلم أو vertical مزبوط أو horizontal مزبوط، ما فينا نعمله حيالله ساعة نمسكه هيك ساعة نمسكه هيك، بده يكون parallel مثل ما شايفين هون على كعب الشاشة، قصدي على كعب الورقة، أو parallel مع الأرض، يعني horizontal 100% قد ما فيكم تحملوه horizontal. نرجع بدنا نلاقي هلا الفريمينج لاينز، بس انه الفيرتيكال لاينز اللي هن على اليمين وعلى اليسار. يعني هون عم نبلش بتاعت اليمين اللي هي بتحدد وين بينتهي الموضوع اخر شيء، يعني ابعد نقطه. لو بعد في اي شيء زياده بيرجع بمد كمان، لو في حبه صغيره مثلا توم او شيء او عنب على الارض اكثر من المسكه كنت هونيك بتكون الحدود اللي لها. وبرجع بدي اشوف من جهه اليسار اللي هي مسابه مش المصب تاعت البريق، انما مسائبة الفاكهة اللي موجودة، هي هي الطرف الاخير لها. طبعا بالقلم هون بنشوف كمان نحنا
يعني نحن كأنه عم نشتغل حسب الفيو فايندر. الفيو فايندر حكينا نحن قبل عنه، فيكم تشوفوه يعني في كتير اشياء عنه للفيو فايندر، فيكم مقسم وفيكم مش مقسم، وكأنه عم نحدد هيدا الفريم لنعرف النسب بالنسبة لبعضها بس من خلال القلم. لحد هلأ نحن ما عم نقيس، نحن بس عم نشوف وين الحدود عن هيدا التيم اللي عم برسمه، يعني وين الحدود، وين ببلش وين بينتهي قبل ما انقله على الورقة. وهلأ رح نعمل مقارنة ونرجع نقيس هلأ فعليا مع نسب لحتى ننقله على الورقة، مش بس عم نشوف انه وين ببلش وين بينتهي، هلأ بدنا نشوف وين ببلش وين بينتهي مع النسب اللي له. وهيدا على الورقة اللي هون قدام، حنعمل step by step لحتى تكونوا عارفين كيف بكون تشتغلوا خطوة خطوة. فأول شيء شو بنعمل؟ منخلي القلم، طرف القلم من فوق، يعني بوز القلم أو أي شيء مروس، يمكن يكون مثل مسطرة، يمكن يكون خط جالس، أي شيء مهم هيدا اللي ماسكينه عم نشتغل فيه، وعادة بيكون القلم عشان نرسم فيه ونشتغل فيه مع بعض من إيس. منحط التب تاع البنسل ليسائب على الخط اللي عملناه أول شيء، الأبر فريم لاين، لتسائب هونيك، يعني آخر شيء وين بينتهي الموضوع فوق، مسائبه إنه على المسكة تاعت البريق من فوق اللي بيفتح الغطاء، فهيدا هي الأبر فريم لاين. منحط التب تاع القلم ومنحرك إصبعنا تحت لتسائب على المطرح ما بينتهي من تحت الموضوع، يعني بهيدي الطريقة. هيدا إصبع بيحدده، القلم فوق بيحدد وين طرف الآخر بينتهي الموضوع، أما إصبعي هو اللي بحدد وين بينتهي الموضوع من تحت. طبعا بده يكون القلم فيرتيكال، إذا ملاحظين بالصورة هون هي مبينة شوي ميلة، بس هو مش لازم تكون ميلة، جالسة. فحددنا هون اللاين من فوق ومن تحت، صار عنا نحن الطول تاع السبجكت تاع الموضوع كله، مش بس البري، كل شيء، كل الموضوع الطول اللي له، طبعا مش بالسنتي، النسب اللي له. ونحن طبعا واقفين عم بنفس المكان، ما عم نتحرك، ما عم نغير كل شوي حركتنا لحتى ما نضيع، بنفس المكان منضلنا ومنقيس كل القياسات البقوي، خصوصا لما ناخد الطول مثل ما شايفين بالتوتوريال اللي قبل عن كيف نحن بناخد ميجرمنت. فيكم تشوفوه نفتل ايدنا دغري لحتى نشوف بالعرض كيف بده يكون النسب. فبعد ما اخذنا بالنسبة للبنسل الطول، عم برجع اكده على الصورة هون انه هاي هي ذاتها اللي هون، بس مش نفس القياس، انا عم شوف الطول هيدي هي طول هيدي، اذا ورقة كبيرة رح تكون اطول، اذا ورقة صغيرة رح تكون اقصر، يعني عم بحكي بالنسبة للقلم هي قده. فهلأ أنا واقف بقوم بقلب إيدي لشوف العرض كيف. إذا منلاحظ إنه العرض بقى شوي فراغ من بين إيدي لمسكة البريق، يعني ما حطلع إيدي لأنه أنا بعدني حاطت إصبعي على مطرح مكان أول مرة لما قست الطول. فقام طلع مع هيدا الفريمينج تاع العرض وبقى هيدا الفراغ الصغير اللي بعده إصبعي مش واصل عليه، هيدا هو الزيادة، يعني معناته أنا عرفت إنه العرض تاع السبجكت اللي بدي أرسمه هو أقل من الطول اللي له، فهيدا الفراغ اللي بقى هيدا هو الفرق بيناتهم. فأول شيء حددت أنه الطول أطول، هيدا السبجكت هو طويل بالطول وبالعرض أقل، بس هلأ بدنا نشوف أقل بقده وكيف نعمل لنقارن وكيف ننقله على الورقة. بس أول شيء شو تحدد لي أنه هيدا الموضوع بما أنه الطول أكتر من العرض معناتها لازم أرسمه على الورقة بالطول مش بالعرض. فهتا ناخد هيدا الجزء ونركز عليه لحتى نفهم شو قصة المقارنة بالقلم بين الطول والعرض بالنسب، عم نحكي مش بالسنتيمتر. فهتا نعمل comparison بين الهاي والويد، يعني عم نشوف هلأ الطول والعرض comparison لحالهم على جنب لحتى نفهمهم مزبوط. أول شيء نعرف إنه البنسلز إذا حطيت الطرف بتاع البنسل فوق وحطيت أصبعي هو معناته هيدا طول النسب تاعون الطول تاعون اللي عم برسمه. إذا رحت قست بالمسطرة وقربت عليه وشفت مش هيطلع نفس الشيء بالسنتيمترات مثل ما أنا عم بعمل على الورقة، بس أنا عرفت إنه هيدا الخط هو بيعبر عن الطول مش قياس الطول، بيعبر عن طول السبجكت اللي عم برسمه. بيجي بطلع العرض، ها هو الطول اللي شايفينه أنتو اللي حاطه بالأورانج بالخط، لما أقله بإيدي بكون هيدا الطول، بس فعليا طلعه بعد في بعيد ليكون عن المسكة، فالعرض هو أقل، يعني العرض هو هالقد، هاي الخط اللي بيحدد العرض، وهيدا الخط اللي فيه سهم الأصفر اللي له جهتين، يعني
هيدا عم بيحدد لي الفرق بين الطول والعرض. طب كيف انا نعرف هلا قديش هو الفرق؟ ربع الطول ولا نص الطول ولا كذا؟ بدنا نقارن بين بعض. نحن بعدين على العادة بصير نعرفهم بسرعة، بس اللي متأكدين منه هون انه الطول اكتر من العرض. فبجي بحدد هلا بالأورانج هيدا الطول، بالأصفر هيدا العرض، مش هيك؟ يعني صرت مأكد منه لأنه مسائب على حدود البريق والفاكهة، يعني مسكت البريق والفاكهة، هيدا الخط الأزرق. أما الأورانج هو اللي كان طول أول شيء، فشوفوه على اليمين تفهموا شو قصدي، بس هون حطيتهم حط بعض لقارنهم مع بعض لأفهمهم. هو فعليا ما بعملهم، هودي هو براسي دغري بيشتغلهم، بس عم فهمكم منين بيجوا. فهيدا نقيم الصورة لحتى ما نضيع. عند الأورانج هيدا الطول، عند الأزرق هو العرض. قديش ناقص؟ هلا براسي دغري مفروض اقسم أنا الخط الأطول لأجزاء لأفهمه، لحتى يطلع معي الفريمينج اللي بدي طلعه مثل ما شايفين على اليمين. فقبل شو بعمل؟ بيجي بطلع بالنص أول شيء، نص تاع الأطول، أوكي؟ هيدي الأورانج، هاي نص بنص. عرفت النص صار سهل شو؟ بقسمه كمان لجزئين بصير عندي ربعه، عم بحكي عن الخط الأورانج. هلا بقارن الخط الأزرق مع الأورانج، يعني كأن عم قارن هلا العرض مع الطول. بيطلع عندي بيطلع 3 أرباع زائد شوي، لشوي هن مش نص الربع، حتى أقل من نص الربع بشوي، بس عرفت إنه 3 أرباع وشوي، أوكي؟ تقريبا براسي بحسبهم هيك. فمعناتها هيدا العرض الأزرق هو حيكون، يعني إذا بدي أقولها بطريقة تانية، إنه السبجكت العرض تاع السبجكت هو أقل من الطول بمش ربع، أقل من الربع بشوي، في يقول هيك. أو بطريقة تانية في يقول إنه الارتفاع هو أكبر من العرض بأقل من ربع. يعني أنتوا طلعوا فيها بتعرفوا ساعتها، طلعوا الأورانج مع الأزرق، بتشوفوا إنه الخط الأزرق اللي هو العرض هو أقل من الطول مش بربع، بأكتر من ربع بشوي، أوكي؟ فهلأ هيدا الحكي كله كيف أنا ننقله على الورقة، ماشي؟ الورقة فيها تكون كبيرة A4، فيها تكون A3، فيها تكون A2، فيها تكون B2. ما دخل الورقة قده والقياس اللي أخذناه، نحن عرفنا النسب مش قياسات بالسنتي، أوكي؟ فنحن مش مشكلة الورقة قديش قياسها، نحن مهم حنعمل طول ونعمل عرض بالنسبة لها. فأول شيء شو هنعمل؟ هنعمل شيء اسمه layout where to start. يعني نعرف منين بدنا نبلش. بنحدد لنا خط أول شيء بكل still life. نحنا بنتطلب إنه bottom space بكون smaller than the upper one. يعني هيدي عادة قاعدة بstill life، إنه بنترك فراغ صغير تحت أقل من الفراغ اللي بنتركه من فوق. عادة هيك لنحس نفسيا إنه قاعدة على طاولة أو قاعدة على شيء. أما إذا شيء معلق بكون، يعني فينا نرجع لنعطي example إنه hang or flying object، إذا معلقين شيء أو شيء طاير بنقوم نترك مساحة من تحت أكبر. يعني هيدي مجرد ما نترك تحت مساحة أكبر فينا نترك أكبر من هيك كمان كان، فبيبين إنه هيدا الماسك معلق، هيدا التمثال الوجه معلق على الحيط، أوكي؟ إذا شيء طاير بعد أكتر نترك فراغ، إذا نرسم مثلا عصفور طاير نترك فراغ من تحت أكتر. أما إذا عم نعمل still life بنلاقي انه الفراغ اللي فوق بيكون اكبر من الفراغ اللي تحت، عشان نفسيا نحس انه هو قاعد على طاولة. لنرجع لورقتنا ونحدد الخط اللي تحت اللي هو ما كتير بنطلع، يعني اذا بدنا نقول A4 كنا بنطلع تقريبا شيء 2.5-3 سنتي، اوكي؟ اذا لنحط الموضوع، اذا اكبر بصير ما نزيد نسبة لقديش تكبر الورقة، proportionally بصير نزيد، كل ما تكبر الورقة كل ما نزيد هذا الخط شوي. فهيك نشوف على الورقة شو بده يصير. بدي حط أول شيء الطول اللي أنا قسته بالقلم. عرفت الطول وعرفت إنه العرض أقل من الطول بأقل من ربع، أوكي؟ طيب حطينا طول، يعني منحدده هيك تقريبا قديش لازم يكون. هلا ما في طوله كتير، لأنه إذا طولته كتير صار بدي أعمل العرض بيظهر بريت الورقة على الطرف، فبحط تقريبا هالقد وبجي بشوف قديش بدي نسبة له حط العرض. إحنا عارفين إنه أقل بمش ربع، أكتر من ربع بشوي. فهلأ بدنا ننتبه كتير منيح إنه هيدا الارتفاع هو منه ارتفاع بالسنتيمترات. ما حدا يفكر إنه هيدا هو إذا بقيسه على الورقة بالسنتي بروح بقرب على الأوبجكت بيكون هو ذاته بالسنتي. نحن عم ناخد تعبير عن الريليتيف لينث، يعني السكيل قديش هي كبيرة نسبة للعرض. هيدا إذا بكون تفهموه مزبوط مثل ورقة الـ A4 ورقة الـ A3.
هيدي اكبر من هيدي، هيدي بال 40 سنتي والعرض اللي لها بال 30، هيدي تقريبا بال 29.7 والعرض اللي لها بال 21، بس اثنيناتهم هن نفس النسب. يعني اذا قسمنا الطول والعرض، الطول قسمناه على العرض بيطلع رقم نفسه، اللي اذا قسمنا الطول على العرض تاع اللي اكبر منه الورقه الاكبر، فهيدا نسب. اوكي، فهون نفس الشيء عم نشتغل على النسب مش عم نشتغل على السنتيمترات. يعني اذا لانه اذا بدي اقيس مع القلم، يعني في ناس بيجيبوا القلم وبحطوه، ما يمكن القلم يكون اكبر من الخط، يمكن يكون اصغر من الخط، لانه حسب الورقه قديش كبيره وصغيره. بس في يعمل شغله، في ناس اوقات شو بيعملوا، بيقيسوا بالقلم قديش بيطلع هذا القلم، ببلشوا على الورقه بحطوا هيك وبصير يزيدوا للقلم مرتين ثلاثه فوق بعض. في ناس بتعمل هيك، في ناس ما بتعمل هيك. فهون نحن نعتبر انه نحن مجرد ما نلاقي الارتفاع صار سهل انه نلاقي العرض، لانه عارفين العرض قديش بالنسبه للارتفاع. فهلا قلنا انه less than a quarter smaller than the high، يعني اقل من الارتفاع باقل من ربع. فثاقبت هيك، كان في يكون غير، يعني في يكون قده، في يكون قد نصه، بس هلا هون مثاقبه هالقد. بنجي بنقسم هاي نظريا اربع ارباع او نص حسب ما نحن شو بحاجه، وبنتخيل نحن مش ضروري نحطه حده لنفهمه، بس انا عم حط لكم اياه يعني انتم تفهموا كيف عم نجيبه. نتخيل انه قديش لازم يكون هيدا العرض، هي هالقد فعليا بالنسبه لإلها، بس انا بدي اشوفها بالعرض، فبحطها بالعرض، صار قادر انا ارسم فريم اعرف الطول بالنسبه للعرض. هي طلع مع هيدا الفريم اللي هو الطول بالنسبه للعرض بيساوي هيدا الطول بالنسبه للعرض اللي على اليمين. اوكي، هيدا العرض مع الارتفاع اللي هو لحي اكد لي شو هو الاوتلاين فريم. الاوتلاين فريم هو هيدا الخط الاصفر اللي هو بتخيله براسي، هو منه موجود بعده، رح اتخيله براسي انا عم طلع على الاوبجكت بالحقيقه بالواقع وانقله على الورقه بالقلم الرصاص على الخفيف. هلا بنعمل الاوتلاين فريم على الورقه، هيك رسمناه على الورقه بالنسبه للطول والعرض، طلع معي مفروض نفس النسب مش نفس السنتيمترات، يمكن تكون اصغر بكثير من اللي على الطاوله، يمكن يكون أكبر بكتير من اللي على الطاولة، بس نفس النسب. بدي أقول شغلي كمان، نحن إذا حطينا الطول والعرض كيف ما حطيناهم نقدر نعمل outline frame، بس نحن ليش أوقات بناخده عن نص، نقسمه بالضبط عن نص، لأنه بنعرف أنه ما ننقسم بعد شوي لقدام لحتى نقيس الأشياء اللي بقلب الرسمة اللي هي مطلوب أنه ناخد قياسات دقيقة. فأنتوا مش ضروري تحطوه عن نص لتعرفوا outline frame، بس أفضلكم حطوه عن نص لحتى تكفوا التقسيم مظبوط. فمثلا اذا بدنا نكفي بالرسم اكثر، فبنحطه هيك على النص وبنحط بالعرض، وبعدين بنصير نقسمهم بعد نص لنص، وفينا كمان يعني عموديا نرجع نقسم هود الصغار، بصير معنا عده كرويات كرمال نحن نكفي بالرسم بالتفاصيل. فهتا نرجع على الورقه الاساسيه والاوتلاين فريمز رسمناه نحن هون، بما انه لقينا هلا الرايت بروبورشن. Now we have to include our subject بهيدا الفريم، بدنا نجيب هيدا الموضوع بهيدا الفريم نرسمه. شو ما كان كبر الورقة، يمكن تكون كبيرة كبيرة قد حيط كامل، ويمكن تكون صغيرة قد كف ايدي. النسب هي نسب ما بتتغير، النسب مع الكبر والصغر، انما السنتيمترات بتتغير، ونحن هون عم نشتغل نسب. فنحن شو بنعمل هلا؟ Divide visually، يعني imagine انتو براسكم your frame as much as you need، يعني قسموا قد ما بدكم بهيدا اللي عم تطلعوا قدامكم بالبريق، قسموا قد ما بدكم انتو براسكم. لانه اذا قسمناه مثلا اربع شقف، هالشقفة الصغيرة اذا بدي روح انقلها على الورقة بعرف انه هون الرمانة حتكون، وحيكون طرف البريق طالع كذا، كأنه عم بقسمه هودي اللي حتى يرسمه كرويات. اوكي، فبنرجع كمان اذا بدي شوف الجزء الفوقاني شو فيه، بطلع انه فيه تقريبا نص الغطاء وفيه هيدي المصب والى اخره وين واصل. هيدي قسمت هالقد وفيه ارسم. في ناس بتقدر اوريدي ترسم من هالاربع كرويات كل شيء، في ناس لا بدها تكون دقيقه اكثر بتقوم بتقسم اكثر. It helps a lot to avoid distortion انه نقسم اكثر. حتى نشوف اذا قسمنا على قد صار اسهل لي كمان. رح افترض انه قسمت هالقد نظريا وعلى الورقه، طبعا برصاص على الورقه نستعمل HB خفيف كتير لأنه بدو نمحيهم بعدين، هو اسمه Constructive Line، هودي بيساعدوني إني إيش عم مضبوط الموضوع اللي بدي أرسمه. فكأني عم بستعمل الـ Viewfinder اللي هو مقسوم، تعرفوا فينا نعمل Viewfinder عادي، وفينا نعمل واحد نحط فيه خيطان مقسمين مضبوط ونقسمه ونصير بس نطلع هيك ونفهم دغري وين موجود. يعني هيدي كمان طريقة لنسهل على حالنا الحياة بالرسم.
فهلا تذكروا انه هول البوكسات اللي على اليمين بالاصفر تخيلناهم هن منهم موجودين، عم نحاول نتخيلهم نحن على البريق، واخذنا قياسات طول وعرض بريق والفاكهة طبعا، بس هن منهم سيم سايز من اللي مع اللي رسمينه، هن سيم بروبورشن. عم برجع عيدها لانه كتير مهمة، not the same size but the same proportions. نرجع هلا منبلش نرسم، منحدد مطرح ما بدنا فينا نبلش يعني، بس انا بلشت من هون انه start drawing by locating important points. انه مثلا نام ببلش الرمانة عم تبلش تقريبا من نص الكارو اللي تحت، اوكي تشوفوا هون على اليسار this fruit starts in the middle of the line. من تاني جاء كمان also from the middle عم تنتهي، يعني هي بأكد لي انه وين عم تبلش وين عم تنتهي، وين مصب تاع البريق عم بيكون، على ربعه للكارول اللي فوق اللي إله ولا على اخره، وين المسكة تاعت البريق، هي بنص الاوتلاين فريم ولا زيحة شوي، عفوا مش المسكة اللي بنمسك الغطا فيها ولا زيحة شوي على اليمين والى اخره، لوين واصل المسكة اللي على اليمين اللي بمسك فيها، مثلا هي كارو ولا اكتر من كارو بشوي عرضة، هي هون سيبة اكتر من كارو. كل هيدا خليني شوفوه هن هود divided box اللي هن اجوا من outline frames. شوفوا قدام هم هيدا constructive lines. نرجع شوفوا الخط اللي هون على اليسار بيجي بكفي، يعني اول شيء في شغلة بدلكن يا فينا نرسم اول شيء كأنه خطوط جالسة كأنه هندسية لناخد outline بس، بعدين بنصير نبرمن، يعني هيدا طريقة بيرسموها كتير عادة، بيعملوا الاشياء مبسطة بالاول كأنه هندسية، بعدين بيصيروا يبرموا البرمات الأساسية. أسهل بكتير بالرسم، بتسهل علينا، بتخلينا نخلص بسرعة أول جزء اللي هو حددنا وين مكانه، وبعدين بيصير نقسم التفاصيل بيناته. طبعاً هي عم نحكي drawing، مخص بعد الهاتشينج والشيدينج وإلى آخره. فهون it goes مثلاً الخط عم بيروح horizontally، بعدين على الكورنر تقريباً ببلش يطلع. نفس الشيء بعمل هون، هلا هون بالأحمر مش كتير عاملها مزبوطة، بس إنه لازم يطلع شوي يبلش. نرجع curving again and again. لاحظوا بيطلع من هون عم بيطلع من هون، هون عم بتخيلهم عم بطلع فيهم وعم بتخيل الكرويات، هون عم بمشي على الكرويات كيف هن معمولين، يعني مثل ما عم بتخيلهم بدي اتعود طبعا ان اتخيل مزبوط وبصير بطلع فيهم. اوكي اذا عم برسم عن صوره اسهل واسهل، بس اذا من الواقع لا اصعب شوي، بس برضه ما انه مستحيل. فمنكفي لاحظوا كيف straight جايين كأنه هندسيين، وعم بكتب لكم إنه it is important to find angles كمان، ليه الزوايا كيف عم بتميل، يعني الزوايا كيف عم تطلع، قداهد الزاوية مثلا 30 درجة 40 درجة تقريبا، ميلة كتير جلسة أفقية عمودية، هو كله بيساعدني إنه أقدر أعرف اللاينز كيف لازم تتوجه. وطبعا الألم بيساعدني أقدر أعرف إنه هيدي الزوايا جلسة ولا ميلة شوي، وميلة لتحت ولا لفوق، لأنه هيدي كتير منغلط فيها كطلاب انه بصير نعمل اتجاه اللاينز مختلفه، مثلا ليكو البريق الخط اللي عملته اخر شيء الاحمر هيدا بفرجيني انه مايل الخط تاع البريق منه جالس، لانه في ناس ممكن يرسموه جالس ما ينتبهوا، لا هو مايل، بس قدام مايل القلم بيساعدني. فكيف القلم بيساعدني؟ هون عم نعطي اكزامبلز انه كيف القلم نستعمله. لاحظوا بنطلع زاويه مثلا الغطاء قبل ما نبرمه، بنرسمه هندسي بعدين نعمل برمه، اوكي فينا نعرف هيك، نشوف مثلا منجلس القلم هيك بنمسكه vertical ومنشوف قديش زاوية البريق مايلة معه، بنعرف تقريبا قديش مايل، انه مش كتير شوي بس، هودي كله بنعمل مقارنة نظرية قبل ما نرسمها على الورق. او فينا مثلا نحط horizontal القلم هيك على كعب البريق ونشوف نحنا الاثنين زوايا من الشمال ومن اليمين انه نفس الشيء، طبعا هون سايب نفس الشيء لانه دائري بده يطلع اجباري نفس الشيء، بس في اوبجكت مثل كيوب مثلا بكون اوقات الزاويه على اليمين او على الشمال اصغر من ثاني جهه. وفينا كمان شغله ثانيه بنلقطه كمان عموديا، كثير لازم يكون عمودي ويكون كثير بارلل على طرف الورقه او طرف هيدا، او يكون بيربنديكولار على الارض، لما نقول عمودي لازم يكون كثير جالسه ايدنا، وبنشوف قديش مثلا وين تنتهي المصب تاع البريق، هل هي طالعه عن من تحت مثلا، حطيت لكم نقطتين قديش طالع، يعني هون اعرض بس اعرض بقد ايه، هل هي ميلة ولا مش ميلة، بس نشوف الزوايا بالنسبة للقلم قديش عم بتميل، نعرفها اذا ميلة كتير ولا جالسة، يعني مثلا هون المصب بتاع البريق كان تهيأ لي مثلا اول شيء انه بارم بعدين جالس بعدين بيبرم على اليمين، لا هو بارم بيرجع بيبرم شوي على اليسار، هو عم ينزل بعدين بيبرم على اليمين، يعني في هود الزوايا اللي نحن بنتأكد منهم من خلال القلم. نرجع
فينا كمان نرفع القلم هوريزونتال، يعني حاطط له الخط اصفر لتشوفه انه بعدني ماسكه افقي، وبرجع بطلع وبصير شوف مثلا طيب المسكه بالنسبه لاول ما ببلش مصب البريق هن على سوا بعض ولا لا. لا مبينه تحت المصب اعلى بشوي انجا لكسي صغيره، فهودي بيساعدوني انه شوف الليفلز بين الاشياء افقيا وعموديا، حتى شوف حتى نشوف عموديا بالاول حتى فوق المسكه بالنسبه للبريق. بنلاقي انه كمان بعده المصب تاع البريق زايد شوي عن المسكه اللي على اليمين، يعني بصير نعرف بالضبط هن شو على سوا شو. على فكره فينا نقارن حتى بالنسبه للاشياء اللي حدها، يعني لا نفترض بدي ارسم كمان اللي ورا هودي المخدات واللي فيه المخده اللي مثل الديك، كنت بشوف مثلا انه سوا المستوى المسكه والانصب تاع البريق عم بيسائب مع مثلا نص بطنه للديك، هيدا كمان بيساعدني. اوكي، فكمان فينا نعمل comparison بين بعضهم، يعني مش بس قصة انه عم شوف الزوايا، في عمل مقارنة بين الاشياء مع بعضها. مثلا proportion للرمانة بالنسبة للبريق، يعني هالرمانة قديش البريق بالنسبة إلها كبير مثل ما انا شايفه، طبعا مش مثل ما هو فعليا لانه حسب وين انا واقف يمكن يكون مشهد مختلف عن وين لازم يكون. هيدي مثلا البريق هو ورا الرمانة، يعني يمكن يكون وراه معناتها اصغر شوي من ما هو بالواقع. فكل القصص عم نحكي حسب انا وين واقف. فمثلا اخذت اول يونت بنسميها يونت، نعتبرها هاليونت، اخذنا الرمانة طلع معي هالقد، بعدين بقوم بشيل ايدي وبضلني محافظ على اصبعي وين حاطه على القلم والتب اللي له، وبنقله على البريق لشوف. هي اول ليكو حاطط لكم على اليمين انه رمانة، كأنه هو الارتفاع تاع الرمانة عم شوفه. برجع مطرح ما واصل التب تاع القلم من هنيك ببلش برفع ايدي وبشوف تاني رمانة، مطرح ما واصل طبعا هون زيحة شوي لانه حسب كيف انا عم شوفها بالكاميرا، بس هو فعليا منشوف وين التب تاع القلم منكفي كمان، فبيطلع معي انه البريق هو قد 2 رمانة ونص، بس وين من حسب وين واقف، يمكن وقف غير مطرح يتغير الموضوع حسب وين انا واقف، هيك مبين. فصرت اعرف البريق قديش كبير بالنسبة للرمانة. هيدا الموضوع طبعا في يتأكد منه ككونكلوجن هلا عامة انه the high of the kettle seen from where I'm standing، تبقوا للكلمة من مطرح ما انا واقف، هو 2.5 اكبر من البوميجرينيت. اوكي، فشوفوا على اليسار حاطتكم اياه انه هيدا الحجم هيدا اكبر منه بمرتين ونص. عرفت الطول بالنسبه للرمانه، معش بالنسبه للعرض او شيء، بالنسبه لبعضه. فنفس الشيء في اعمل لاعرف قديش كبره لهيدا الغطاء تاع البريق بالنسبه للبريق كله، او قديش كبره لهالغطاء بالنسبه للرمانه، بصير بعرف انه بالنسبه لبعض قد ايه لحتى ما غلط اعمل شيء كتير كبير بالنسبه للتاني. نفس الشيء فينا نعمل بالعرض، ما بيفرق الموضوع ابدا. مثلا هون عم شوف عرضه للرمانه وقديش كم مره البريق كله مع المصب مع المسك، بيطلع معي رمانتين واقل من ربع بشوي. اوكي، هو كمان بيساعدوني. وطبعا لازم اعرف انه البراكتس هو اللي بيساعدني قوي للدروينج سكيلز، كل ما اعمل براكتس اكتر كل ما انا اكتر بقدر اوصل لمطرح عصير كله يزبط معي افضل وافضل. وطبعا فينا نروح على الفيديو اللي عامله توتوريال لكيف بدنا نوقف لناخد القياسات، لانه كل هول اللي عم بحكيهم طبعا قبل لازم نكون عارفين كيف نوقف لناخد القياسات، لان اذا بوقف غلط كل شيء بيصير غلط. طبعا هون حط اكزامبل بسيط، بس فعليا على اليمين هي الوقفه المضبوطه. اذا بدنا نرسم شيء اوطى منوطي نحن بنقعد على شيء افضل، فينا نضلنا واقفين بس بدنا نحافظ على وقفه معينه، بنشوفها بالفيديو اللي توتوريال اللي خاصه بكيف نوقف لحتى نعمل القياسات مش كيف منقيس. شكرا لكم، ونتمنى يكون هيدا التوتوريال فاتكم. وطبعا لحتى يفيدنا اكتر لازم نكون نحن شايفين اللي قبله اللي هو له علاقة بكيف بنوقف لنقيس مظبوط، وهيدا هو التوتوريال انه كيف نحن منقيس وكيف ناخد زوايا وكيف منشوف الاشياء بالنسبة لبعضها.